أنا بنتك عندي كذا سنة من الصعيد وخرجة السنة دي، مشكلتي في أهلي في المكان، بابا بيسافر فملهوش علاقة قوية بيا لدرجة إن ساعات بنسى إن أبويا موجود أصلاً، وماما عشان واخدة دور الأب ودور الأم في نفس الوقت بتخاف علينا جداً، خصوصاً إحنا البنات، لدرجة خوفها قلب بتحكم وسيطرة تخنق، عايزة كل حاجة تمشي زي ما هي عايزة بغض النظر عن اللي قدامها محتاج إيه. أي حاجة مش عجباها تنتقدها انتقاد لازع. أنا بحب القراءة، تقولي إيه التفاهة اللي أنت فيها ومضيعة فلوسك في الكتب، بترمي الفلوس على الأرض. مع أول غلطة تمسكها عليا تفضل مسكاها عليا سنين قدام تعايرني بيها، ما بقتش عايزة أعمل حاجة أصلاً، أحمي نفسي منها إزاي؟ إن كلامها ما يأثرش فيا، مع العلم إني بحاول أتعافى من كلامها في الطفولة، وكل ما تقدم خطوة يحصل موقف منها يرجعني خطوتين لورا. جزء كمان، أنا خلصت جامعة وقلت هنزل تدريب، قالت لي لأ لأن المواصلات في القرى صعبة فياخد سكن وإحنا مش حمل مصاريف زيادة. بالمناسبة يا بونا إحنا حالتنا المادية ممتازة جدا. قلت لها خلاص هنزل شغل علشان أخفف عنكم، بتقول لي هتاخدي سكن برضو بره وهتبقي لوحدك ومحدش هيعرف لك، ما علينا استني لما تتجوزي واللي عايزاه اعمليه براحتك. ساعات بفكر واقول هي صح، انا المكان مش مساعدني لان انا علشان اعمل انترفيو باخد ساعتين رايح وساعتين جاي، ومش ممكن برضو يا ابونا تفضل حياتي واقفه مستنيه عريس في القريه اللي انا عايشه فيها. انا تايهه ومش عارفه اصمم على رايي ولا اسمع كلامها، مع العلم ان يومي اغلبه فاضي جدا، يدوب شغل البيت المعتاد، والكنيسه ما فيهاش انشطه لانها في قريه، يدوبك مدارس الاحد، ووقت الفراغ بالنسبه لي كارثه، بيخلي افكاري تروح وتيجي في حاجات عمال على بطال. ايه راي قدسك اتصرف ازاي؟ ومع كامل اعتذاري لو طولت في السؤال. طبعا يا بنتي الموضوع صعب، الموضوع صعب، ولو ماما زي ما انت بتوصفيها مش انت اللي بتستفزيها وانت بتضايقيها، لان انا مش عارف الجانب الاخر من الحقيقه، تبقى ماما شخصيه صعبه بتهرس وبتخنق، مش بتكبر ولا بتشجع ولا بتنمي. والكلمه اللي هقولها لك ويمكن تزعلك، بس عشان انا واقعي، ماما بعد العمر ده مش هتتغير، مش هتتغير، يعني إذا ما كانتش يبقى في معجزة من السماء أو الكاهن اللي في القرية يجي ويكلمها ويقول لها ما حدش بيفكر كده، مش هتتغير. طب في حلول بديلة؟ الحل الأولاني إن إحنا زي ما قلنا نجيب كاهن، أو أنت وأخواتك تكلموا ماما، إحنا كده حالنا بيقف يا ماما، أو حتى بابا اللي أنتوا بتقولوا عليه غريب ومش عارفينه تدخلوه وتقولوا له أنت طول عمرك غايب، بس إحنا دلوقتي محتاجينك تكلم أمنا. يبقى يا أبونا يا أبوكو يا أنت وأخواتك نتفاوض. قد تتغير وقد ما تتغيرش. طب لو مش هتتغير ويبقى الحال كما هو عليه، ما أنتوا في قرية وصعيدة، وبيني وبينك عشان أنا عارف الصعيد وعارف القرى كويس قوي، إن بنت تسيب القرية عشان تسكت لوحدها في مدينة مسؤولة عن نفسها في المجتمع القروي، البنت دي شطت، مش عايز أقول كلمة أصعب، شطت، راحت سكرت لوحدها، حد عارف لها بتعمل إيه، يقولوا كده، هو المجتمعات دي كلها كده. علشان كده إحنا في مأزق، لو خرجنا محسوب علينا ولو قعدنا محسوبة علينا، لكن ممكن جدا بقى أدافع عن حدودي النفسية. يا ماما أنت طول عمرك بتكسري فيا وأنا مش قادرة استحمل تكسير أكتر من كده. يا ماما أنا الغلطة اللي غلطتها من 3 سنين لغاية دلوقتي بتعايريني بيها، أنت يا ماما بتموتيني، أنا بقولك كده عشان تبقي قدام الله طلعت اللي جوايا. من حق أعبر عن نفسي باللي جوايا بس في حدود وصية المسيح. احنا ضد العصبية وضد الغضب وضد المواقف الحامية اللي ملهاش لازمة، لكن من حق الإنسان وده حق ربنا إداه للإنسان إن يعبر عن اللي جواه بأدب
وبدماثة، وهي هتفضل ماما اللي ربنا وصاني عليها. يعني مش معنى انا اتكلمت وتقولي لها وتحطي حدود وتقولي لها لا انك انت تروحي تنفعلي على ماما، انا يمكن بتكلم بانفعال، لكن انت لما تكلميها تكلمها كبنت بتكلم امها. وكملي صلاه، قولي له بقى انت قلت انك انت رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، وهو ده الوقت اللي انا محتاجاه، وكل رجائي فيك وتكون معين ليا في الموقف اللي انا فيه. انا مش عارف اتعامل مع الموقف اكتر من كده. وانا اثق ان الصلاه مع القلب من القلب لمده ما ربنا هيتدخل بصوره ما، يمكن مش بالحلول اللي انت عايزاها ولا بالصوره اللي انت مستنياها، لكن هيتدخل بصوره او باخرى. يبقى اتكلمنا على بابا، اتكلمنا على اخواتك، اتكلمنا على ابونا، اتكلمنا على انك انت تعبري عن نفسك، وقلنا ان الموقف صعب، ربنا يعينك يا بنتي.